قناة سلوى، خطوة في مشوار عزل قطر، خطوة جريئة أقدمت عليها المملكة العربية السعودية من خلال الإعلان عن تنفيذ مشروع قناة سلوى التي من المقرر أن تؤدي إلى عزلة الدوحة عن محيطها العربي، كخطوة عقابية لتنظيم الحمدين الحاكم على سياسات تمويل الإرهاب التي ينتجها. شق قناة سلوى على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة العربية السعودية مع قطر سيجعل الأخير جزيرة قصيرة معزولة، بينما تجني المملكة الكثير من المكاسب الاقتصادية والسياسية من وراء هذا المشروع الذي يمتد من منطقة سلوى إلى خور العديد بغرض الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية. بدأ المشروع السعودي فعلياً مع تسلم قوات حرس الحدود التابعة للمملكة المنافذ الحدودية مع قطر في خطوة تعزز من التحالف الاستثماري الذي جرى تشكيله من شركات سعودية وإماراتية ومصرية يعمل على بناء موانئ ومرافق للرياضات البحرية واليخوت ومراسي لسفن الركاب السياحية، الأمر الذي من شأنه أن ينشط سياحة الرحلات البحرية خليجياً ويشجع الصيد المقنن ويهبط بدرجات الحرارة درجتين على الأقل وربما يزيد من أمطار المنطقة. من المتوقع أن يكتمل المشروع السعودي وفقاً للتقديرات الأخيرة في غضون 12 شهراً، وهي فترة قد تبدو صغيرة بالمقارنة بآخر قناة كبيرة أقيمت في المنطقة وهي قناة السويس الثانية التي بلغ طولها 72 كيلومتراً واستغرقت 12 شهراً، نصفها كان في الحفر وبقية المدة في توسيع وتعميق الممر المائي. قناة سلوى لن يكون لقطر فيها أي ملكية أو حق، حيث من المقرر أن تكون سعودية خالصة لأنها ستنفذ داخل حدود الأراضي السعودية وعلى بعد نحوي كيلومتر واحد فقط من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة. وفي جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى من المقرر أن يتم بناء قاعدة عسكرية سعودية مع تحويل الجزء المتبقي من الكيلومتر إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط المملكة لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر. ووفقاً للتفاصيل التي تم الكشف عنها فإن هذه القناة ستمتد على طول 60 كيلومتراً وبعرض قدره 200 متر وعمق يبلغ 20 متراً لتسمح بمرور سفن طولها 295 متراً بسعة 33 متراً بتكلفة أولية تقدر بنحو 747 مليون دولار، وبالإضافة إلى المكاسب السابقة التي تجنيها المملكة من وراء تنفيذ هذا المشروع فإن إنشاء هذه القناة سوف يعود بالأمن والاستقرار على الحدود السعودية القطرية التي كانت مسرحاً لاشتباكات عنيفة في الماضي، من بينها إطلاق نار جرى عام 1992 لقي خلاله 3 أشخاص مصرعهم.